فريقكم they're stepping up great على defense وخصوصي انت عم تلعب on all levels great. خبرنا على الجيم اليوم وخبرنا لوين بتشوف فريقك بيوصل. Game اليوم we played very hard. لعبنا من اول لحظه لعبنا very good defense كفريق. كنا عم نعمل rotation هن لما from the weak side والحمد لله ربحنا. We played as a team, اهم شيء. وان شاء الله الحمد لله خلصنا السنه ب good win. ان شاء الله مكفيها all season long. Thank you, Hayk. Congratulations.